هذا هو البيرفيرال بلاد دايجنوزيس هو سي ال ال. شلون عرفته؟ شلون سي ال ال؟ يعني كرونيك لينفوبلاستيك لوكيميا. زين شلون عرفته؟ اول شيء الوايت بلاد سيل كلش هواي اللي هي تزوج هاي الوايت بلاد سيل كلش هواي. من هاي اول يعني اول نقطه انه عرف انه هذه يعني لوكيميا. زين نجي نتاكد بعد هذه النقاط الزرقاء بقى. شوفوا اكو نيوتروفيل اذا قاعد تنتبهون اكو نيوتروفيل هسه تقريبا صار شوي اللي فوق اللي هاي بالنص هسه صارت هاي نيوتروفيل واكو خلايا هاي بالنص هاي نيوتروفيل بعد واكو خلايا هاي الزرق الطوخ لان الخلايا الزرق الطوخ هن اصغر من النيوتروفيل فذن هن لينفوسيل سمول سمول ماتشور نيوفوسيل. هسه انا قاعد ابغى بس الخليه اشوفها بس يعني زرقاء. اذا اسوي كذا جزمة قاعد اشوف اكو طوخ بالنص اللي هو نيوكليس وده مداها هاي وينج اوف سايت بلازم. هذا انا ودي يعني اقول اهم شيء يعني ان هاي الليمفوسات اصغر من النيوتروفيل اهم شيء ليش اهم شيء النيوتروفيل هذا شوف بعد والله اكو نيوتروفيل هاي عم نقارن بيناتهم عم تعرف انه هي هاي سمول ماتشور ليمفويد سيل. او ليش لا انت قارن وين الار بي سي هو هم اصغر من الار بي سي يا شوف هم هاي مقارنه يعني مو هي النيوتروفيل هاي واه نيوتروفيل هاي السيجمنت تقريبا هاي نيوتروفيل هاي بعد شلون كبيره تقريبا هذا بالنص هاي اي قاعد زين بس يمكن هاي بول سيجمنت اي ولكن فقط اي هاي سمول ماتشور وهذا بعد نفتح كل ما تفتح يشوف بس نقاط زرق يعني وده سو هاي نيوتروفيل هاي بس سويت جسمك راح اشوف النيوكليس بس سويت بلازم